المواطنين في الشارع من قبل الثورات الاسلاميه؟ اولا احنا اذا حدث احداث عنف احنا بنحمل الداعين لهذه الاحداث المسؤوليه، سواء في 30/6 او سواء في 21/6. ثانيا ان طبعا احنا ضد اي عنف وضد اي فوضى، ولكن احنا بنقول لو حدث ذلك، هناك من شباب القوى الثوريه والاحزاب اللي بتحب مصر كلها هتنزل وهتحمي كل المنشآت، وان شاء الله يعني هنحاول بالقدر المستطاع ان احنا نحاول نفصل بين يعني اي مواجهه تريد يكون في فوضى في مصر. ولكن احنا برضو عايزين ننادي من دلوقتي، نقول يا اخوانا اللي عايز ينزل يعبر عن رايه، اللي عايز ينزل يطلب طلبات من الرئيس، لابد يكون فيه امانه. ايه هي الامانه؟ ان احنا كلنا نحافظ على الممتلكات العامه والمؤسسات العامه والممتلكات الخاصه، ونرفع شعار سواء يوم 21 او يوم 30/6 معا من اجل مصر، معا نبني مصر، ونسأل الله ان هو يجنب مصر الفتن في كل احنا ان شاء الله.